جل وعلا كما بينا في الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إذا جمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، يفقه المؤمن أن أول الطرائق إلى البر أن يكون صادقا، وليس الصدق محصورا على صدق اللسان على صدق القول، لكنه كذلك أول ما ينبغي أن يكون صدق النية، صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، أن يكون الإنسان مطلع، أن يكون الإنسان صادقا مع ربه تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يفعل. والله جل وعلا يثني على ذاته العلية فيقول أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولئن كانت الأرض ينالها من سبق فإنما عند الله جل وعلا يناله من صدق، ولئن كانت الأرض ينالها من سبق فإن ما عند الله جل وعلا يناله من صدق. ولهذا قال الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نأتي